مباراة اليوم بين القادسية الكويتي والنادي الأهلي البحريني، مباراة الاعتزال للاعب حسن الزيد. الكرة تلعب ناحية الله، جول جول جول. اللاعب رقم 16 فيصل الدخيل سجل جول الأول في الدقيقة الأولى. في الدقيقة الأولى فيصل الدخيل يسجل الهدف الأول إلى فريق هاي عادة. هذه كرة كانت من جهة اليمين انشاكت، راحت رقم 7 عدلها، لفها على طول الدخيل، لفها بجسمه وعلى شمال على يمين حارس المرمى يسجل الهدف الأول بعد مرور دقيقة واحدة من الشوط الأول. فيصل الدخيل، اللاعب علي حسن. علي حسن ما يزال ومجنح جناح اليسار، يعطيه من قدام الدفاع، يستلم حسن زي داخل. ضربة كدر خطرة خطرة، الله شون تطلع من جنب القائم برا على الملعب، ومحاولة جميلة من اللاعب حسن الزليخ. النادي الأهلي على طول اللعب من علي مهدي، ترجع لمرة ثانية. كرة مرتدة جت الجناح رقم 7 راشد البديح، ماشي راشد البديح، ترجع ورا، الله جول جول جول. جاسم يعقوب وترجيعه جميله من رقم 7 راشد البديح في الدقيقه 12. في الدقيقه 12 شلون ترجيع جاسم على طول من خط الستة وعلى يمين حارس المرمى اللاعب جميل اميري، يسجل الهدف القادسية الثاني في الدقيقة 12. قدام مرة ثانية لراشد البديح، قدام ماشي بالكرة، ماشي يعطيه الدخيل، الدخيل عدل حق نفسه وعدي ومشي، ماشي ماشي شايف، الله حلو يا أميري، ترجع الكرة للبديح مرة ثانية، يعليه البديح والدخيل براس يرجعها وعلى طول، الله شوطة قوية من لاعب القادسية رقم 6 اللي دخل عبد العزيز حسن لكن فوق العارض. النادي الاهلي في الدقائق اللي راحت ان دفاع النادي الاهلي مو مغطي المنطقه مضبوط، في ثغرات من بين الدفاع يدخل فيه هجوم القادسيه ويشكل خطوره وياب منها هدفين فعلا. على طول السكريم عليها فوق وطلعها، ترجع مره ثانيه، كره مرتده، الله حلوه، جول جول. يا سلام يا حلو يا حسن الزيف، يا سلام يا حسن الزيف. في الكرة في الدقيقة 15، في الدقيقة 15 هي عادة، الكرة عالية من السكري في العارضة، تضرب ترجع يرجعها خلفية على طول وتضرب العارضة، وحسن الزيخ على طول يحطها في الهدف ويسجل في الدقيقة 15 الهدف. إلى جاسم يعقوب، معليها قدام جاسم خفيفة، إلى اللاعب صالح فلاح، ومع ايضا لاعب عدنان ابراهيم، يقطعها منه طلعها برا على الملعب، رمية تماس، لا لا بركنية، بس لا شوف انا مراقب الخط واقف في الجهة، المفروض يقف قدام. اللعب جاسم يعقوب مع الكرة بيشوط ارضية، شوط جول، الله جول 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 جول. جاسم يعقوب شوطه حلوة، شوف على طول من الكرة المرفوعة من ضربة ركنية، شاط أرضية على الشمال، حارس المرمى مسجل الهدف الثالث لنادي القادسية بعد مرور 17 دقيقة. بعد مرور 17 دقيقة جاسم يعقوب يسجل الهدف الثالث. تجمعنا القوة والصداقة والمحبة والعطاء المستمر، ونتمنى إن شاء الله فعلا جول جول جول. كرة كرة عالية، دفاع القادسية كان مو متوقع، تولي عادة مرفوعة على طول براسه، على طول براسه عدنان إبراهيم
وسجل الهدف الأول للنادي الأهلي بعد مرور